بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين. لنا عظيم الشرف أن نشارك في هذه الاحتفالات البهيجة التي تنظمها جمعية أثيال للتنمية والثقافة بشراكة مع المجلس الجماعي للمسلمين احتفالا برأس السنة الأمازيغية بطعم خاص ومتميز بعد إقرار عطلة إيد ناير كعطلة رسمية مؤدى عنها على غرار فاتح محرم السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. ويأتي هذا القرار ليجسد العناية الملكية الكريمة التي ما فتئ يليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية ورصيدا مشتركا لكل المغاربة، كما يندرج في إطار التكريس الدستوري الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد جنبا إلى جنب مع اللغة العربية. ولن تفوتني الفرصة دون أن نرحب بضيوفنا الكرام، وخاصة أولئك الذين تحملوا مشاق وعناء السفر للمشاركة في هذا العرس الأمازيغي البهيج. كما أتقدم بالشكر الجزيل لهذه الثلة من الأساتذة الذين جاءوا لتأثيث هذا الفضاء بأفكارهم ومداخلتهم التي ستكون قيمة لا محالة. والشكر موصول، بل الشكر والشكر الجزيل لكل أعضاء جمعية أثيال على المجهودات الجبارة التي ما فتئ يقومون بها من أجل الحفاظ على الموروث الثقافي الأمازيغي ومحاولة النهوض به وإشعاعه بشتى الطرق والوسائل. أيا سكواسو جديد الفرحاشة إمازيغ المترف لنون شاري ريزم تثمين زباقيا تاني غاي ضياف لنون يا لحيدو سينا فتالي غودا الحالي ضياف لنون ربي يدي شب الخفوس بساوي لي جمعني ضياف لنون ربي يدي شانزارا درون تميزر فولي ضياف لنون رغادي صمونو فرحة فلاح وجابو جمالي ضياف لنون أمش دخلت غلي ملد جمعي تكراي ضياف لنون سنمير ثمون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيد حميد زروال النائب الأول لجامعة مسمير. إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن نشارك في هذه الاحتفالات البهيجة التي تنظمها جمعية أتيال للتنمية والثقافة بشراكة مع المجلس الجماعي للمسلمين بمناسبة رأس السنة الأمازيغية الذي يأتي هذا العام بنكهة متميزة بعد إقرار هذا اليوم كعطلة مؤدى عنها على غرار السنة الميلادية والسنة الهجرية. وبهذه المناسبة السعيدة أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن كل مكونات المجلس الجماعي لابن سمين بتقديم أحر التهاني وأصل التبريكات لصاحب الأسرة العلوية المجيدة وإلى الشعب المغربي قاطبة. والسلام عليكم. هازون يتم الاستماع لكم التشكار على ايمن الميمون الجدار والسلام عليكم. بزاف الحوايج كنا كلشي كان اللي خدم تمازيغ
انا وضد كاشا وجميل ثم زياد في الخيا المغرب كل ما زيغ لي ديك سنان غاص يبدا ميد الكوار غاص كل شبا غاص يبدا وارس وصافي اما المزيغ المزيغ رسمينا يا المغرب كله اي والله يسر سيدنا من حفلتك زرو نايما الرئيسي المجموعان يخفنا ويخفنا يعريم نايت الياس المجموعة نوحيدوس نايت احتفل سيونيخ وسبواس أمازيغ انتظي ضغر ستيال المجموعة نايت احتفل كوسبواس ستراث الأمازيغية نايت احتفل سوف التاج أرى سهول قيم العادة نخت أمازيغية زرين اختي الجدود النخ أرنتيني لنتمنى أدغدش من شاء الله شو فرح شو نزار شان الخير إن شاء الله أرنت تأف تاجر نتمنى لو نوفان تيني لتيني أزهري أجخفيت وخمس أنا أتمنى إن شاء الله آية دي زربي خير وعلى خير أرن الشهر وين رولين وين حبلين ويا رسم تيني أيوز 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 نون أرشرخ كني تقني أرتيخ تبارك الله غيفون.